طلعنا في جولة نسأل الناس عن التوصيلات الكهربائية. أنا والله أختار هذا الشكل، أشوف الشكل اللي يعجبني وأختار عليه. الأفياش وطول السلك والجودة. اختار توصيلة سعرها ونوعيتها والبلد المصنع لها. جودتها ونوع التوصيلة نفسها. شو اسمه الفتحات اللي فيها. والله التوصيلات أخذ دائما النوع الأصلي، أبحث عن نوع الجودة العالية يعني. طبعا أكيد بأخذ التوصيلة هذا. باخذ طبعا اللي يكون الواير فيها اعلى سماكه طبعا. ممكن هذه. وكل التوصيلات اللي تم عرضها غير مطابقه. واذا كنت حاب تشتري توصيله تاكد من انها تحتوي على غوالق لحمايه اطفالنا. وقبل ما نشتري التوصيله نتاكد من سمك الكيبل، وكل ما زاد الطول زاد السمك، ونتاكد من وجود خط ارضي لحمايتك من الالتماس. لازم نتاكد ان التوصيلة تحتوي على فيوز من الداخل، لانه هو اللي يفصل التيار في حال ازدياد الحمل على التوصيلة. يفضل شراء التوصيلة ذات المفتاح الرئيسي ولمبة بيان. وهذه نتيجة تحميل التوصيلة فوق طاقتها. ولازم نعرف ان طاقة التوصيلة 13 امبير، والتوصيلة تستخدم كحل مؤقت وليس حل دائم. وبكذا يكون هذا هو شكل التوصيلة المطابقة. لمزيد من المعلومات زوروا موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.